خلطوا في مواسم الحصيدة، في مواسم الزراعة، كعاديين أصلا يعني كانوا يدكوا احتفالا بنزول المطر، يدكوا فرخة بجريهم حتى كقلائع، ينزل المطر ويطلع النبات. فبالتالي هي محافظة على تاريخها، على هويتها، على ثقافتها، على جذورها، على الانتماء لهذه الأرض اللي احنا فيها. ما نثبت في مركز الشباب طبعا من الصغار، ونثبت في فرنسا بطريقة الشعبية، محافظة كمان على هذه الهوية، وإظهار صورة أخرى للشعب الفلسطيني. غير بشوفوها دائما في وسائل الإعلام، إنه بس الناس تطلب سيارة أو نحرق استيكال سيارة. الحركات الأساسية للدفكة الشعبية ما زلنا بنشوفها في أي فصل الدفكة، سواء كانت حديثة أو تقليدية، بنلاقي الحركات الأساسية الأصيلة اللي هي الضرب بالمزرعين والحركات الجسدية موجودة في كل حركات الدفكة بغض النظر عن التشكيلات التقليدية والتشكيلات الحديثة. قبل ما ادخلها كنت مفكرها صعبه وشراح ومش راح اعرف اتعلمها، بعد دخلتها لان حبيت انا اتعلمها فسهله كانت. ممكن اني افرغ طاقه جواي، لا اعبر عن كل جواي، كل كلام جواي عن طريق الدبكه. تراثنا الشعبي وطبعا اجدادنا، جدي وجدك وستي وستك زي ما كانوا يرقصوا زمان، احنا بس بنعيد في التراث بشكل. انا بشوف انه التراث القديم احنا ما بنعيدوش نفسه، لانه بدينا ننسى بعض الاشياء اللي كانت مهمه. الاعراس سووها زي الارجول، زي الشبابه، زي المجوز، هاي قليل صارت يعني تبادر. ان احنا الحين في تقريبا شويه مدرن في الدركه، صفت مش دركه بلديه اللي كانت بكوها في القرى، في دركه احنا بندرب الدركه الفلكلوريه اكثر واستعراضيه. طبعا البلديه في القرى لسه يعني لحد الان بتندبك، وفي الاعراس بتندبك، بس انك تسوي فرقه بلديه صعب. بدربهم على ثلاث انواع من الدبكه، بدرب على الفلكلوري، بدرب على البلدي، والمهم جدا البلدي اللي هو اصل الدبكه عندنا. اللي كانوا يسووه نوصل من عن طريق الدبكه، نوصل شيء من القصه، شيء من الحكايه اللي راحت بدوس الدبكه. احنا بنذكر فيها بالدبكه شوي، ببلش اعطي اساسيات وببلش اتدرج معه من السهل والصعب. بدي أعطيه كل شيء عندي عشان يطلع دبيك وعشان يأخذ الحركة صح. كل الأطفال بحبوا الدبكة وبتشجعوها كثير. كان فكرت قبل ما أدخل الدبكة أصير أسافر وهيك، وأدخل الدبكة يعني الدبكة هيك من وين أنا بحب أدخل الدبكة. كان هدفي إني أصير عبر عن الجوال. أنا شجعت حالي وأمي كمان شجعتني. كنت مبسوط وحبيت على أمي، يعني أول شيء دفعوني ورفعوا معنويات فيها، يعني هي يعني حلوة بالنسبة لها. قبل ما أدخل الدبكة، وأول شيء قبل ما أدخل مركز الرواد بالأخص، كنت يعني ولد زي كل الأولاد، ما كنتش أجي على مراسل هيك، بس أول يعني ما دخلت حبيت وصرت أجي أسجل في أي شيء فيه يعني. كنت أول شيء يعني خجلان شوي من اللي كانوا مسجلين قبلي، بس يعني شوي شوي مشيت مع الوضع. كنت بدي أحب إني أدخل في الدبكة، أتعلم دبكة عشان بس أكبر تكون شوية الدبكة. بس كانت حياة مش صعبة، لما جيت تعلمتها سبت يا كثيرة قلبك لقيت.